حيث وقع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء حسان دياب مرسوما بتعيين شربل وهبة وزيرا للخارجية ليحل مكان سلفه المستقيل نصيف حتي. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان فإن ميشيل عون وحسان دياب وافقا على استقالة حتي. بناء على المرسوم رقم 6749 تاريخ 3/8/2020 المتضمن قبول استقالة وزير الخارجية والمغتربين نصيف حتي من الحكومة، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يأتي: المادة الأولى، عين السيد شربل وهبي وزيرا للخارجية والمغتربين. المادة الثانية، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء حسان دياب، بعبدة في 3/8/2020 الإمضاء ميشيل عون. وكان نصيف حتي قد قدم رسميا استقالته من منصبه كوزير للخارجية لرئيس الحكومة حسان دياب، وطلب في بيان عقب التقدم بالاستقالة القائمين على إدارة الدولة بإعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الأولوية على كافة الاعتبارات. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من لبنان السيد محمد الرز الكاتب الصحفي. بعد التحية لك أستاذ محمد، إذا قدم رئيس أو وزير الخارجية حتي استقالته وتم تعيين وزير خارجية جديد، برأيك ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الخطوة من قبل الحكومة اللبنانية؟ تحياتي لكم. دعني أبدأ من حيث انتهيت حضرتك، ما قاله وزير الخارجيه المستقيم نصيف حتي من دعوه للاصلاح ودعوه لاعاده النظر في السلوك الذي تسلكه الاداره اللبنانيه الحاليه. من المعروف ان الوزير حتي ملتزم بالاستقلاليه التامه وملتزم بالعلاقات اللبنانيه العربيه والدوليه ومع اصدقاء لبنان، وهو دبلوماسي عريق في هذا المجال وله سمعته وله تجربته السابقه. ما حصل هو أن وزير الخارجية شعر بأن هناك ضغوطا تمارس عليه في الوزارة نفسها، فلا يستطيع أن يتحرك بحرية بل يتعرض لضغوط ولمحاولة تهميش. ليس أدل على ذلك من عملية الجولات التواصل اللبناني مع الدول العربية، لم تكن تتم من خلاله، كانت تتم من خلال موظف عسكري كبير أو أمني هو مدير عام الأمن العام، وبالتالي هذا الأمر كان يؤثر عليه. ثانيا، في الاصلاح او اعاده النظر في الهيكليه الاداريه لوزاره الخارجيه كانت هناك ضغوط وكانت تمارس عليه من قبل وزير الخارجيه السابق جبران باسيل، الذي يتحكم حتى الان كما يبدو بمفاصل الخارجيه اللبنانيه. اضف الى ذلك ان هناك يعني تراجع في علاقات لبنان العربيه تحديدا مع مصر. هناك عدم تواصل، هناك احيانا نشهد بعض المماطلات في الاتصالات وفي العروض المقدمه الى لبنان وهي لمساعده لبنان. ومن المعروف ان مساله حل الازمات اللبنانيه منذ استقلال لبنان وحتى الان، يعني قبل 75 عاما وحتى الان، كل الازمات اللبنانيه لم تكن تحل الا بتضامن عربي او بحل عربي وطني للازمات اللبنانيه. اما البحث عن الحلول خارج هذا الاطار كالحل التدويلي وكحلول إيران وحلول تركيا، كل هذه المسائل هي كمن يحرس في البحر بلا نتيجة ولا تأتي لمصلحة لبنان. نعم، طيب في ظل هذه المعطيات يعني ما الذي يمكن أن يضيفه وزير الخارجية الجديد؟ وزير الخارجية الجديد هو مستشار دبلوماسي في رئاسة الجمهورية، وهو كان يعني ينتمي إلى التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ويترأسه جبران باسيل. فهو يعني إضافة إلى نفوذ التيار الوطني الحر في الحكومة اللبنانية الحالية، وليس إضافة جديدة. المسألة يا سيدي لا تتعلق بالأسماء،
المسألة تتعلق بالسلوك، بكيف يمكن أن يتعامل لبنان مع أصدقائه في العالم ومن ضمنهم فرنسا. يعني كانت خطيئة كبرى ما حصل من رد فعل على فرنسا وعلى وزير خارجية فرنسا عندما زار لبنان، ما حصل في عدم التواصل مع الدول العربية مع الخليج العربي. نحن نعرف أن الحلول للأزمة الاقتصادية اللبنانية تتعلق أساسا باحتضان الخليج العربي للبنان كما كان يفعل دائما، والباب إلى هذا الاحتضان وهذا الوقوف العربي مع لبنان يتمثل الآن في مصر التي هي دائما كانت تكون واسطة العقد في العلاقة بين لبنان وبين الخليج العربي، وكانت تقوم بعملية حل المسائل اللبنانية والأزمات اللبنانية المتتالية منذ 75 عاما كما قلت حتى الآن. هناك تراجع لبناني عن هذه المسألة رسمي وحكومي، أضف إلى ذلك أن النهج الذي تسير فيه الحكومة الآن يعني هي تشكلت تحت شعار مواجهة التحديات واستقلالية تامة، لكننا وجدنا محاصصة في بعض الوزارات وفي بعض التعيينات الإدارية. هذه المسألة تأخذ من جهة الحكومة ولا تعطيها. يعني قال نسيف حتي عندما استقال في بيان استقالته، لقد قبلت بالمشاركة في الحكومة على أساس أن يكون لي رب عمل واحد هو لبنان، لكنني وجدت أرباب عمل آخرين لهم مصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية. هذه المسائل كلها يعني تبين أن هناك تراجع في الأداء الحكومي، ينبغي التعديل، ينبغي تغييره، ينبغي العودة إلى أساس البيان الوزاري الذي تشكلت على أساسه هذه الحكومة. لا غنى للبنان عن محيطه العربي، فهو ليس سفينة تبحر في البحر الأبيض وتطلع يمينا وشمالا. شروط الدول العربية لمساعدة لبنان أقل بكثير من شروط البنك صندوق النقد الدولي، ومع ذلك نحن لا نرى أن هناك إيجابية أو إصرارا لبنانيا على السير في الحل العربي الوطني للأزمة اللبنانية. شكرا لك على هذا التحليل الأستاذ محمد الرز، الكاتب الصحفي، كنت معنا من لبنان.